سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج اقتصاد ملتي ميديا عبر ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية، والذي يتواجد اليوم بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال لحضور فعاليات مؤتمر المؤسسات الناشئة، والذي يحضر في هذا المؤتمر طبعا أزيد من 500 عارض من الجزائر ومن الدول الإفريقية. وبهذه المناسبة يسعدنا نستضيف سيد بولا فادي، وهو مهندس نسيج بجامعة بدر بالعاصمة المصرية القاهرة. أهلا بك سيدي. أهلا، أهلا بك. أهلا بك. السيد فادي، أول شيء ربما أسألك عنه، كيف وجدتم الأجواء في هذا المؤتمر؟ بصراحة من أول لما وصلنا المطار يعني كان في استقبال كويس قوي من الأورجنايزرز، واستقبال كان كويس قوي، وحتى الأورجنايزرز عندهم فكر كويس، والجزائر فعلا عرفت تختار الناس ديت يعني، وصاحبناهم وخدنا كونتاكت بتاعهم، وبنحتاجهم في أي وقت بنلاقيهم يعني، فالأجواء كويسة جدا، وحتى المؤتمر فايبس حلوة قوي يعني. نعم، أول مرة تحضر الجزائر، كيف وجدت مجال المؤسسات الناشئة من خلال هذا المؤتمر طبعا، وهل كان لكم تعامل أو تواصل مع بعضها؟ فعلا أنا أول مرة أجي الجزائر، بلد جميلة جدا. بالنسبة إن في مؤسسات تبع الجزائر، إحنا فعلا وإحنا بنعرض البرودكت بتاعنا في، وجدنا إن في تعاون وفي ناس فعلا انفستورز عايزين يتشاركوا معنا من هنا من الجزائر، ففي تعاون كويس جدا، وان الجزائر اصلا عندها وزاره للستارت ابس والمشاريع الصغيره، فكره كويسه جدا وعجباني، واتمنى فعلا ان هي تتعمم في كذا دوله يعني، ففعلا كويسه، بتدي فرصه كويسه للشباب، غير ان هي اقتصاديات دول ممكن تقوم على الستارت ابس يعني، فحاجه جميله جدا ومشرفه. ما هي سيد فادي، ما هي طبيعه مشاركتكم في هذا المعرض؟ أنا جاي من مصر بعرض المنتج بتاعي، لو حضرتك تحب أتكلم عنه. هو أنا خريج جامعة بدر بالقاهرة 2022، ودوت كان مشروع التخرج بتاعي. خدنا دعم من أكاديمية البحث العلمي، منظمات تابعة لوزارة التعليم العالي في مصر، وخدنا دعم في مشروع التخرج، وحتى بعد التخرج في حاضنة بدر حاضنة بيزنس انكيوبيتر، خدنا دعم منهم. المنتج بتاعنا المفروض هو بديل لطرق الجبس التقليدية، بيعاني مرضى كتير من كسور العظام من طرق التكبير أو الجبس التقليدية، من حيث ثقة للوزن، ومن حيث بيبقى فيه زي التهابات على الجلد، كل ده لأنه بيبقى تقيل جدا وبيبقى مغلق مقفول، بيعمل مشاكل كتيرة جدا على الجلد. فكرنا عملنا زي نسيج وعليه مواد كيميائية عندنا، ان احنا نعالج الموضوع دوت، ان الوزن بقى اخف، ان بيبقى فيه فتحات موجودة تعمل تهوية، تقلل من نمو البكتيريا والميكروبات اللي بتظهر على الجلد. ده بيبقى كويس جدا، لان الاعراض الجانبية حتى اللي بتظهر على المرضى باستطلاعات رأي كتيرة، وحتى واحنا قاعدين بنتكلم مع الناس عن الشعور اللي بيحسوه نفسيا، بيبقوا تعبانين جدا في الفتره بتاعه الجبس، بتبقى اعراض خطيره جدا على الجلد. فان يبقى في زي تهويه، وان هي تبقى انتي ميكروبيال وانتي باكتيريال، حاجه مهمه جدا، زائد ان هي كمان ووتر بروف، بيقدر يلبسها المريض وينزل فيها البول مثلا، يعرف ياخد بيها شاور، كانت من الحاجات الصعبه جدا. عاملينه بتكنيك جديد، واخدين مقدمين فيه على براءه اختراع في مصر، بيتحول من الماده اللينه للماده الصلبه في اقل من دقيقه، وهو بيجي على شكل رول، ويقدر ان هو يجبس او يقلل الحركه او يمنع الحركه زي الجبس العادي في اي جزء من جسم الانسان، طبعا تحت اشراف الطبيب. واحنا دلوقتي خلاص خلصنا مرحله البروتوتايبنج، وخلاص بناخد تصريح وزاره الصحه، وان شاء الله ننزل بيه السوق المصري خلاص. يعني هو ما زال لم يطرح على السوق حاليا، في مرحله البروتوتايبنج خلصت، وخلاص احنا هنبدا نعمل الانتاج وننزل السوق ان شاء الله. شكرا. فاصل قصير سيداتي سادتي، ثم نواصل بعده هذا الحوار.
بكم سيداتي سادتي مجددا في برنامج اقتصاد ملتي ميديا عبر ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية، والذي نستضيف فيه كما ذكرت منذ قليل السيد بولا فادي المهندس أو مهندس النسيج بجامعة بدر بالقاهرة. أهلا بك سيد فادي مجددا. سيد فادي، هل هناك عمل على إنشاء أو خلق تعاون مع مؤسسات جزائرية؟ طبعا الموضوع هنا يعني الأول لما أنا جيت من القاهرة الموضوع ما كانش في دماغي قوي أن أنا أعمل مع مؤسسات جزائرية، بس جيت لقيت فيه فعلا ترحاب كبير جدا من الشعب الجزائري ومن المستثمرين، وفي ترحيب جدا من مستثمرين جزائريين أن هم يتعاونوا معنا، ففكرة كويسة جدا بالنسبة لنا، وممكن نحن نبدأ نتعاون معاكم فعلا مع الجزائر، شعب جميل وناس فعلا عندها فكر ان هم عايزين يعملوا حاجه، فان شاء الله يبقى في تعاون ما بيننا وما بينهم قريب جدا. يعني هناك التقيت مع شباب وصرحت كاك هناك، التقيت مع شباب ومع مستثمرين، التقيت مع شباب بافكار للمشاريع بتاعتهم، وجدت فعلا الدوله بتدي لهم دعم في وزاره الستارت ابس، ومستثمرين فعلا عرضوا علينا فعلا ان هم يبداوا يخشوا يدوا لنا فند برضه من الجزائر هنا. وماذا يعني ما هي أهم المعروضات التي لفتت انتباهك خلال هذا المعرض؟ يعني طبعا في شركات كثيرة جدا في مجال الويب ديزايننج، وفي شركات كثيرة بتدي او الشركة اللي بتبقى عاملة حاجة انوفيشن او حاجة مبتكرة بطريقة جديدة هي اللي بتسمع، وتكون حاجة فعلا بتعالج مشكلة معينة مع في اي مجال، فأي حاجة بتعالج مشكلة بتبقى كويسة جدا طبعا وبتلفت الانتباه. كيف هو مجال المؤسسات الناشئة في مصر وما مدى مساهمتها في دعم الاقتصاد المصري؟ طبعا المؤسسات الناشئة في مصر ليها دور كويس جدا ومهم جدا، وفي شركات ناشئه طلعت في مصر وطبعا دلوقتي بتساهم في البورصه المصريه، فحاجه مهمه جدا وبتقوم عليها اقتصاديات دول. مصر بتبدا ان هي تدعم الشركات الناشئه، عندنا ما اتكلم عن نفسي ان احنا وجدنا دعم من اكاديميه البحث العلمي، وطبعا الدعم دوت مستمر حتى ناس من بنفسه السيد رئيس جهاز دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه كان موجود، اتقابلت بيه امبارح في الجزائر، وطبعا عرض ان هو يدينا اي دعم احنا محتاجينه سواء فني او مادي، فطبعا مصر بتدعم جدا الحته ديت، وعلى قد ما نقدر كل ما محتاج اي حد الحمد لله بنلاقي مساندة. يعني انتم تؤيدون مجال المؤسسات الناشئه وتشجعونها؟ طبعا في مصر موجود، بس الموضوع بيبقى زي جهود متفرقه، محتاجين ان احنا ممكن نوحد الموضوع دوت او الدعم الستارت ابس او الدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه، يبقى في هو موجود الجهاز، ممكن يبقى فيه زي وزاره هنا زي موجود في الجزائر، تبقى ضمه كل المؤسسات والهيئات الحكوميه، هيبقى مفيد جدا هنا موجود في مصر. يعني السيد بولا فادي المهندس مهندس النسيج في جامعة بدر بالقاهرة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا جدا.